بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نلتقي مجددا في سلسلة محاضرات بعنوان Graduate Skills. هنحكي في هذه المحاضرات حول أهم المهارات اللازمة للخريجين على اختلاف تخصصاتهم. طبيعي كل خريج يجب أن يمتلك مهارات ومعارف ومعلومات وإمكانيات لها علاقة بتخصصه. بكل تأكيد كل تخصص غطى خلال مرحلة الدراسة الجامعية كافة متطلبات التخصص والمادة العلمية المطلوبة والمهارات المطلوبة لكل تخصص. اليوم إن شاء الله هنشتغل مع بعض في مهارات عامة، أحيانا بسموها soft skills، لكافة الخريجين، بحيث أنه كل خريج على اختلاف تخصصه يجب أن يمتلك بعض هذه المهارات والمعارف بحيث يكون قادر على اختراق سوق العمل. حيكون عندنا عدد من المواضيع، حيكون عندنا كيفية كتابة السيرة الذاتية، حيكون عندنا أيضا كيفية كتابة الكفر لتر اللي بترسل مع السيرة الذاتية، حنحكي أيضا عن المقابلات الشخصية، المفروض المهارات اللي المفروض تكون عند الخريج اللي بده يعمل مقابلة شخصية، إيش هي الأسئلة اللي ممكن تسأل، كيف طريقة التحضير للمقابلة الشخصية وهكذا. حنحكي أيضا عن العروض التقديمية، كيف تعمل البرزنتيشن، لأنه هذه مهارة أساسية للخريج على اختلاف تخصصه. اليوم إن شاء الله رح نبدأ في سلسلة محاضرات حول كيفية كتابة السيرة الذاتية، CV بسموها أو بسموها ريزومي. حنحكي على الفرق بين الريزومي والCV. هنقسم المحاضرة إلى عدة محاضرات بحيث أنه نستكمل كل ما يتعلق بالسيرة الذاتية والمقابلة الشخصية يمكن في 4 أو 5 محاضرات قادمة. اليوم إن شاء الله حيكون عندنا المقدمة، حنحكي خلال هذه المحاضرات ال5 محاضرات تقريبا عن أهمية CV والريزومي، إيش أهميتهم وإيش استخدامهم. حنحكي عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وإيش هي الأقسام اللي بتكون في ورقة السيرة الذاتية، وكل جزء من هذه الأجزاء إيش مكوناته، وحنحكي عن كل جزء على حدة. حنختم ب 25 توصية، 25 ملاحظة حول كيفية كتابة سيرة ذاتية تكسب الخريج القدرة على التنافس وتكون في التقييم العام CV قوي. حنحكي في 25 ملاحظة، 25 توصية اللي بده يكتب السيرة الذاتية، كيف إن نخلي السيرة الذاتية هذه سيرة ذاتية قوي. بكل تأكيد المؤسسة، الشركة لما تحتاج إلى وظيفة معينة بتعمل job description، بتعمل وصف وظيفي للوظيفة المطلوبة، إيش هي المهارات والمعارف الواجب توافرها في الشخص اللي بيتقدم لهذه الوظيفة، وإيش هي مؤهلات هذا الشخص من ناحية علمية، من ناحية خبرة وما إلى ذلك. هذه الوصف الوظيفي هذا بيصاغ على شكل إعلان توظيف، بينزل في الصحف، بينزل في مواقع الإنترنت، بينزل في المواقع المتخصصة بالتشغيل وما إلى ذلك. كل شخص يجد في نفسه القدرة والكفاءة أن يتقدم لهذه الوظيفة بيرسل طلب مرفق مع السيرة الذاتية، وبالتالي المؤسسة المشغلة اللي هي الامبلوير المشغل بيستقبل السيرة الذاتية من كل المهتمين بهذه الوظيفة. بعد هيك بيعمل عملية تقييم للسيرة الذاتية، تقييم أولي بينظر للسيرة الذاتية، بيتأكد إنه المهارات والمعارف والمؤهلات الموجودة عند الشخص اللي أرسل CV تنطبق مع الإشي اللي هم طالبينه، وبيعمل من المتقدمين حاجة اسمها شورت ليست، قائمة مختصرة من المتقدمين، يعني ممكن يتقدموا لهذه الوظيفة 100، بعد دراسة السيرة الذاتية يكون مثلا 60 منهم هم اللي مبدئيا بتنطبق عليهم شروط هذه الوظيفة. هذه الشورت ليست بيتم دعوتها لامتحان تحريري مثلا أو لمقابلة شخصية أو لكليهما، حسب طبيعة الوظيفة وحسب عدد المتقدمين وحسب المهارات والمعرفة المطلوبة لهذه الوظيفة. بعد ما يتم دعوة المتقدمين اللي بتنطبق عليهم الحد الأدنى من الشروط للمقابلة الشخصية، تجرى المقابلة الشخصية وبيتم اختيار الفائزين والمتقدمين اللي حصلوا على أعلى الدرجات. وبالتالي من الشكل اللي أمامنا بنلاحظ إنه مفتاح
الوصول إلى المقابلة الشخصية، وبالتالي مفتاح الحصول على الوظيفة هو السيرة الذاتية، فهي عنق الزجاجة اللي بتمكن الخريج أو المتقدم لهذه الوظيفة أن يستكمل البروسيس الخاصة بعملية التوظيف. إعلان الوظيفي هو مهم، حنحكي عن إيش بيكون موجود فيه. أي واحد من الخريجين، أي واحد حاب يتقدم لمقابلة شخصية أو يتقدم لوظيفة معينة ويقرأ إعلان، الإعلانات بتكون مختلفة إلى حد ما حسب الوظيفة وحسب الجهة الطالبة أو المشغلة، لكن إجمالاً بالإعلان المتعلق بالوظيفة بيحتوي على عدد من النقاط، أهمها المؤسسة هذه إيش بتشتغل، تعريف بسيط عن المؤسسة، أبرز المهام والمسؤوليات المطلوبة للموظف المطلوب، إيش هي المهام والمسؤوليات اللي راح يشتغلها في المؤسسة، المسمى الوظيفة اللي بده يشغله، ممكن يكون موجود فيها هذا الشخص حيكون تابع لأي إدارة، حيكون تابع لأي قسم حسب الهيكلية التنظيمية للمؤسسة، بيكون أيضا موجود في الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة في الخريج، عدد سنوات الخبرة، التخصص الجامعي المطلوب، ممكن في متطلبات أخرى زي الحصول على رخصة قيادة، القدرة على التعامل مع الحاسوب وما إلى ذلك، وممكن يكون في أيضا متطلبات أخرى مثل القدرة على السفر، المرونة في أوقات العمل وما إلى ذلك. الآن في مصطلحين أو كلمتين بيصير بينهم تداخل، مصطلح اللي هو السي في كيركولوم فيتا، ومصطلح اسمه الريزومي. السي في هي عبارة عن كلمة لاتينية معناها كورس اوف لايف، يعني مسار الحياة، الهيستوري تبع هذا الشخص. الريزومي هي كلمة فرنسية معناها السمري. وبالتالي لما نيجي نفصل شوية في السي في، السي في هي عبارة عن دوكيومنت دقيق متعمق بيحتوي على تفاصيل حول إيش الخبرة والإنجاز والعلم والمعرفة والشغل السابق للشخص المتقدم لهذه الوظيفة أو لمعد السيرة الذاتية. السيرة الذاتية السي في بتكون شاملة، إيش التعليم اللي تلقاه هذا الشخص، إيش العمل اللي اشتغله، أي إنجازات أخرى حققها هذا الشخص، إذا كان مثلا بيشتغل في مجال البحث العلمي إيش هو الأبحاث والدراسات، إيش هي الجوائز والإنجازات اللي حققها. غالباً ما بتكون السيرة الذاتية كونها بعملية تسجيل وتوثيق لمسار الحياة السابق بتكون مرتبة ترتيب حسب الزمن، نبدأ بالأشياء الحديثة ثم نعود إلى الوراء حول المهام والمسؤوليات والوظائف القديمة، وبالتالي هي عبارة عن عملية تاريخ لحياة الشخص المتقدم للوظيفة. في معظم الأحيان بتكون السي في ستاتيك، يعني بتعد لمرة واحدة وتحدث طبعا كل ما يصير تغيير على حالة الشخص، إذا اشتغل في شغل تاني، أخذ دورة تدريبية جديدة، تلقى درجة علمية جديدة، بيتم عملية تحديثها، بنعملها أبديت. لكن إجمالا السي في اللي تقدم لأي وظيفة بتكون ثابتة، يعني الشخص لو بده يقدم ل وظيفة في مؤسستين بيرسل نفس السي في في المؤسستين، الفرق بينهم حتى لو كانوا الوظيفتين مختلفتين إلى حد ما بيكون الفرق في الكفر لتر اللي بيضعها أمام السيرة الذاتية. يعني لو حكينا إنه في مهندس مدني بده يتقدم لوظيفة مهندس مصمم في أحد المكاتب الهندسية، وبده يتقدم لوظيفة مهندس مشرف في أحد شركات المقاولات أو مهندس في شركة مقاولات، السيرة الذاتية إذا عنده خبرة في المجالين بيقدر يبعث نفس السيرة الذاتية للمؤسستين، لكن في الكفر لتر اللي راح نحكي عنها إن شاء الله مستقبلا بيكون في الفرق في طريقة صياغة الكفر لتر عشان يسلط الضوء على الإمكانيات ومهاراته اللي بتتوافق مع الوظيفة اللي هو متقدم إليها. مصطلح السي في بيكون شائع الاستخدام أكثر في المجالات الأكاديمية، في مجال البحث العلمي للمتقدمين لوظائف بحثية. ننتقل الآن للريزومي، زي ما حكينا كلمة فرنسية معناها سمري، هي عبارة عن دوكيومنت مختصر ملخص قصير إلى حد ما، يعني صفحة أو صفحتين على الأكثر، في حين أن السيرة الذاتية إذا كان في الإنسان عنده خبرة كتير وتنقل وعنده تغير وظيفي كتير وعنده
دورات تدريبيه كثيره، اشتغل في اكثر من مكان ممكن تكون بزيد عدد صفحات السي في. النقطه المميزه للريزومي انه بكل متقدم لوظيفه بيعمل عمليه ادابتيشن، تغيير تعديل في الريزومي حسب الوظيفه اللي هو متقدم اليها، وبالتالي حسب المهام المطلوبه في الوظيفه وحسب المهارات المطلوبة وحسب متطلبات الوظيفة بيغير السيرة الذاتية، يعني بيختصر من السي في تبعته، بيشيل الأشياء اللي ما لها علاقة بهذه الوظيفة وبيعمل هايلايت أكثر وتركيز أكثر على النقاط المرتبطة بالوظيفة. مش شرط الريزومي تكون مغطية كل التاريخ أو مسار الحياة الوظيفية والعلمية للشخص، لا، ممكن يقتطع من السيرة الذاتية تبعته بعض النقاط ويضعها في الريزومي، وبالتالي مش شرط تكون مرتبة ترتيب زمني من الأحدث إلى الأقدم، لأنه ممكن يركز فيها ويعمل هايلايت على أشياء مرتبطة كتير بالوظيفة اللي هو متقدم لها وتكون قديمة إلى حد ما، وبالتالي بده يبدأ في الترتيب تبعه من الأشياء المرتبطة أكثر بالوظيفة، وإلى حد كبير بتكون الريزومي هو المصطلح الأكثر استخداماً في الحياة العملية والحياة التطبيقية. إيش الفرق؟ زي ما حكينا الفرق الأساسي في الطول، السي في تكون طويلة لأنها مغطية كل مسار الحياة. الغرض الثاني أو الفرق الثاني إنه الريزومي بتكون موجهة ومعدة لملائمة الوظيفة، في حين إنه إلى حد كبير السي في بتكون ثابتة طالما لم يطرأ تغيير على المسار الوظيفي للشخص وعلى تاريخ الوظيفة، بتبقى ثابتة وترسل لجميع المؤسسات على اختلاف الوظائف. والفرق بين وظيفة ووظيفة لنفس الشخص إذا تقدم لوظيفتين متطلباتهم مختلفة، الفرق الأساسي بيكون في الكفر لتر اللي بتكون أمام السي في. وزي ما حكينا السي في هي عبارة عن فول ريكورد لكل الكارير هيستوري تبع الشخص، يعني تسجيل وتوثيق كامل لكل الوظائف اللي شغلها هذا الشخص، في حين إنه الريزومي هي شيء مختصر ومحدد وموجه لجهة معينة بما يتوافق مع المهام المطلوبة والخبرة المطلوبة والمعرفة المطلوبة لهذه الوظيفة. طيب، هل الريزومي أو السي في مهم زي ما عملنا بنحكي إنه هو عنق الزجاجة وهو المفتاح النجاح اللي بمكن الشخص من اجتياز هذه المرحلة ويتم اختياره من بين عدد كبير من المتقدمين للخطوة التالية سواء كانت امتحان تحريري أو مقابلة شخصية؟ بيحكوا إنه لا يوجد فرصة أخرى إلى إنه تشكل انطباع أول، زي ما احنا عارفين إنه الانطباع الأول يدوم. المشغل أو صاحب العمل بيتعرف على الخريج أو المتقدم لأول مرة من خلال السيرة الذاتية تبعته، وبالتالي بيشكل انطباع عنه فقط من قراءة الورقة أو الورقتين أو الثلاث ورقات اللي أرسلهم الخريج اللي بتعبر عنه. وبالتالي كون إنه يشكل الانطباع من خلال السيرة الذاتية أو الريزومي فهي عبارة عن شيء مهم جدا يتوجب الاهتمام فيه والعناية في كتابته والدقة في كتابته وتتبع الأدبيات والمعارف المطلوبة بحيث أنه يتم صياغته بطريقة بروفيشنال تعطي انطباع إيجابي عن الشخص المتقدم. السيرة الذاتية القوية المعدة بدقة المرتبة من حيث الشكل والمضمون بتجذب اهتمام المشغل أو المدير، لأنه بالنهاية صاحب العمل اللي طالب موظفين عنده بيكون معني إنه يختار الشخص المناسب لهذه الوظيفة، فبيبين الشخص المناسب لأول مرة من خلال السيرة الذاتية اللي هو بعتها، وبالتالي هي أول وسيلة لإقناع المشغل باستدعائه للمقابلة الشخصية أو الامتحان. الهدف أو المقصد من السيرة الذاتية أو الريزومي هو الإجابة عن سؤال في ذهن المشغل
ليش بدنا نشغل هذا الشخص، ليش هذا الشخص مناسب لهذه الوظيفة. فأول نقطة من نقاط الإجابة عن هذا السؤال بتكون في السي في، في شكلها ومضمونها. إجمالاً، القاعدة الذهبية، الاستراتيجية الذهبية لإعداد الريزومي، يعني زي ما حكينا الريزومي موجهة لشغل معين، موجهة باتجاه وظيفة معينة ويتم تغييرها حسب الوظيفة. القاعدة الذهبية إنه نحاول نعمل ماتشينج، توافق، تداخل ما بين معرفتنا، المعرفة الموجودة عند الشخص أو الخريج أو المتقدم للوظيفة، ومهاراته وإمكانياته وقدراته مع الوصف الوظيفي الموجود في الإعلان، مع متطلبات الوظيفة الموجودة في الإعلان، في عملية ماتشينج. قديش أنت من خلال السي في بتحرص على أنك تجد خطوط التقاطع ما بين إمكانياتك أنت كخريج أو كمتقدم لهذه الوظيفة، سواء إمكانياتك العلمية أو خبرتك السابقة، قديش هذا الإشي بيتقاطع وبمس ويتداخل مع الوظيفة اللي أنت متقدم إلها، هذا بيعطيك نقطة قوة وبيزيد من فرصك إنه تكون في الشورت ليست. وكذلك الأمر في الكفر لتر، حنحكي نفس الكلام. وفي المقابلة الشخصية لو سئلت أيضا في بعض الجزئيات اللي حنحكي عنها إن شاء الله، احرص على إنه تعمل نوع من الماتشينج ما بين قدراتك وإمكانياتك ومعرفتك مع المطلوب للوظيفة من ناحية مؤهلات وقدرات ومتطلبات، مع إعطاء أدلة وأمثلة تعزز وتدعم هذا الكلام. لأنه أي إنسان بيقدر يحكي أي شيء، لكن بالأدلة، سواء كان في السي في لما تحكي عن إنجاز معين، والكفر لتر كذلك، وفي المقابلة الشخصية أيضا لو ذكرت بعض الأمثلة اللي بتدعم هذا التقاطع وهذا الماتشينج، التداخل، التوافق ما بين النقطتين، قدراتك وإمكانياتك ومعرفتك ومهاراتك مع المتطلبات الوظيفية والجوب ديسكريبشن اللي المشغل طالبه. النقطة قبل الأخيرة في هذه المحاضرة، إنه عادة بيتقدم للوظيفة عدد كبير من طالبي الوظيفة من الخريجين، وبالتالي المشغل، مدير شؤون الموظفين، المسؤول على موضوع التشغيل، بيكون عنده زحمة في السيرة الذاتية أو الريزومي الموجودة عنده. عملية التقييم الأولي للسيرة الذاتية، كيف بيعملها سكانينج، كيف بياخد وقت إنه يطلع عليها، في قاعدة اسمها قاعدة 30 ثانية. بالأغلب لا تأخذ السيرة الذاتية أكثر من 30 ثانية لدقيقة، بحيث إنه ينعملها عملية سكانينج أولي. عشان هيك شكل السي في مهم جدا وترتيبها، رح نحكي عن هذا الموضوع. قبل ما نختم حابب أحكي في نقطة، إنه السيرة الذاتية هي عبارة عن مسار الحياة والتاريخ الوظيفي للشخص، وبالتالي قديش أنت بكون عندك قدرات وإمكانيات وقديش بتطور حالك، بتكون السي في عندك سي في عميقة وقوية. وبالتالي حتى لو كان شكل السي في كويس والسي في من ناحية المضمون فيها مشكلة، بكون عندك مشكلة. والعكس، لو كانت السي في قوية ولم يتم إعدادها بالطريقة المثلى، برضو بكون عندنا مشكلة. وبالتالي إحنا محتاجين شغلتين. الشغلة الأولى إنه يكون السي في تبعتنا شكلها وترتيبها وآلية كتابتها وصياغتها مميزة وبروفيشنال، حنحكي عن هذا الموضوع. والنقطة الثانية وهي الأهم، إنه يجب أن يكون في تفاصيل فنية فيما يتعلق بالمعرفة والخبرة والتدريب والقدرات والمهارات والإمكانيات، إنها تقنع المشغل إنه أنت تناسب هذه الوظيفة. الآن كيف ممكن نحصل إنه السي في تبعتنا تكون سي في قوية ويمكن إنها تجذب انتباه المشغل؟ من خلال قاعدة التدرج البسيط أو الإضافة البسيطة. إنه لو ما عملت الشيء على الإطلاق ومرت عليك السنة، أنت واحد ما ضفت لك يوميا شيء جديد، بعد نهاية السنة حتكون محصلتك نفس نقطة البداية واحد. لكن لو كل يوم أضفت لك 1% شيء بسيط، سواء لغة، تدريب، قراءة، معرفة، تطوع، حتلاقي حالك بعد 365 يوم صار في عندك إنجاز تراكم كبير. حتى لو الإنجاز اليومي كان بسيط، مثال لو حفظت مثلا 5 كلمات جديدة في اللغة الإنجليزية في التخصص، حتلاقي حالك بعد سنة عندك أكثر من 1000 كلمة. وبالتالي إنك ما تعمل الشيء على الإطلاق، ستبقى مكانك محلك سر. السي في تبعتك بتتطورش، بتضل ستاتيك
ما في إمكانية لتحديثها. لو بذلت جهد في مجال تخصصك وفي المجالات العامة، حتى لو كان تطوع، حتى لو كان ملوش علاقة بالتخصص تبعك، بس نوع من التغيير والتطوير وكسر الحواجز والمعرفة العامة والتشبيك مع المجتمع، حتلاقي حالك بعد سنة السي في تبعتك بدأت تكبر وصار فيها شيء ملموس وشيء جيد، وحتكون بدل ما واحد أس 365 هو واحد، حيكون 1.01 أس 365 حتكون 37، يعني رقم كبير كبير مقارنة بالواحد. شكرا كتير إلكو، ونلتقيكم إن شاء الله في اللقاء القادم اللي حنحكي فيه عن عناصر السيرة الذاتية والسكشنز تبعتها ومكونات كل عنوان من عناوين السيرة الذاتية. شكرا كتير إلكو، والله يعطيكم العافية.